بأية طريقة استحوذ ذلك الرجل البسيط على اهتمام السوريين كافة، أبكى بعضهم وأضحك آخرين. مسيرة هادئة يقودها منفردا في شوارع دون أن يشاركه أحد، ورغم ذلك لفت انتباه الجميع. فماذا حدث مع ذلك الرجل؟ رجل سوري بسيط بلغ من الكبر عتية كان يطوف في شوارع دمشق، هو ملك الساخرين في سوريا عن جدارة بأسلوبه وبقوة صياغته لعبارات السخرية الصعبة التي انطلقت من لسانه، صادقة تماما في وصف أحوال السوريين بطريقة لم يصل إليها أي ساخر أو كاتب أو فنان. لكن يبدو أن كلامه خرج من القلب ليصل إلى القلب. عرف نفسه أمام الكاميرا بطريقة غريبة، سألوه عن حاله فقال: أنا من حماة ومن حلب ومن حمص. شاب سوري كان يمر في دمشق ووجد ذلك الرجل البسيط يمر حاملا على كتفه شيئا أشبه بجعبة يضع فيه أغراضا خاصة وغير مسموح لأحد بالاطلاع على محتوى الجعبة. حمل الشاب السوري كاميرته الخاصة وقرر تصوير ذلك الرجل السوري في أحد أحياء دمشق القديمة. ساعات قليلة التي مرت على نشر مقطع حديث الرجل السوري الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بعدها تحول النشطاء والشباب السوريين إلى طرف أصيل في عاصفة جدل لم تهدأ بسبب ذلك الرجل. أعاد النشطاء والخبراء والصحفيون نشر حديث الرجل السوري الكبير أكثر من مرة، وحين سألوه عن حاله ذكر أن أصوله تعود إلى جميع المحافظات السورية، ورد عليهم بأن حاله مثل حال جميع السوريين في ذلك البلد. لم يكتب له أحد نصا أو محتوى مكتوب، لكن كلماته لفتت انتباه السوريين كافة. يقول الرجل بعباراته الساخرة: أنا جئت إلى الدنيا تهريبا مسالما محترما عاقلا عاطلا عن العمل، وسوف أرحل عن هذه الدنيا خائنا جبانا مجنونا معي 4 شهادات، لا يوجد حمار في البلد إلا ويعرفني. عبارات ساخرة أضحكت ملايين السوريين، لكن هذه العبارات أبدا لن تكون بريئة، فقد اعتاد الرجل السوري السخرية من الأوضاع السورية بعبارات تدل على أنها مكتوبة بعناية فائقة. لا يوجد اسم ذلك الرجل بين قوائم كبار كتاب الأغاني والشعراء والفنانين، لكن أسلوبه فاق قدرات مئات المؤلفين الذين عجزوا حتى عن تقليده. بدأ النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا يتساءلون عن صحة الرجل العقلية، لكن كثيرين اعتبروا أن ما قاله الرجل هو فن من نوع خاص لامس القلوب والواقع. كثيرون اعتبروا الرجل مثقفا وصاحب قصة كبيرة ربما لم ينشر تفاصيلها حتى الآن، لكن هذه القصة التي عاشها هي التي شكلت ثقافته.